أكتر مكان مرعب على وجه الأرض. طقوس غريبة ومرعبة. آكلي لحوم البشر هم الغالبية العظمى في هذه المدينة. وبالرغم من كده تعتبر مدينة فاراناسي هي من المدن المقدسة في الهند، واللي الناس بييجوا من كل مكان في العالم مخصوص عشان بس يموتوا فيها، لأن اعتقادهم بيقول إن اللي بيموت في المدينة دي بيكون طريقه للجنة مباشرة. وبيتم حرق في المدينة دي أكتر من 300 جثة يوميا، وطبعا المنظر بيكون مرعب جدا ومخيف، لأن الجثث دي معظمها بيتم حرقها بالليل ونور المدينة مطفي بالكامل. والهند تعتبر دولة طبقية جدا، والموت فيها مكلف جدا، بيتكلف مبالغ ضخمة، لأن ده أهم حدث في حياة الإنسان في معتقداته. ولو أنت كنت شخص غني فهتدفع مبالغ ضخمة جدا في الخشب اللي يعتبر من أجود أنواع الخشب عشان تولع بيه، أما لو أنت شخص فقير أو من الطبقة الدنيا فهتدفع مبلغ زهيد مقابل خشب رديء جدا هتولع بيه. حتى أماكن الحرق هناك بتختلف من الشخص الغني للشخص الفقير، فالناس الأغنياء هناك بيتم حرقهم في المباني العالية والأماكن الفارهة، أما الناس الفقيرة فبيتحرقوا على الأرض وفي أماكن وساحات واسعة جدا قدام مئات من البشر. ولازم هناك بعد ما الأب يموت الابن يروح للمكان اللي أبوه هيتولع فيه ويحلق شعره بالكامل جنب الخشب بتاعه، وبعد كده بياخد الكبريت ويولع في أبوه، وده كنوع من أنواع التضحية من الابن والوفاء لوالده. ونيجي للجزء المرعب والأهم في حلقة النهاردة، آكلي لحوم البشر. Some kind of a lubricant from inside the skull. Like a brain? Exactly. ولما نقول آكلي لحوم البشر في الهند فاحنا بنتكلم عن الإيغور، وهم طائفة لا تعرف الرحمة، يأكلون لحوم الموتى ويشربون في جماجم بشرية ويدخنون المرغوانة ولا يعترفون بالقوانين. فلسفة الأغوريين فعلا غريبة، ولكن مش أغرب من الديانات اللي موجودة في الهند، واللي تعتبر أساس وجود الأغوريين أو آكلي لحوم البشر. في الهند في أكتر من إله، وكل إله ليه المميزات الخاصة بتاعته، وانت بتختار الإله بتاعك على حسب موقعك الجغرافي. يعني انت مثلا لو عايش في مكان ساحلي فبتختار اله البحر، وده اللي بيديك مميزات قوية جدا ليها علاقة بالبحر وبيستمد قوته من المياه. اما لو انت ساكن في مكان بري فبتعبد اله البر، وده بيديك مميزات تتناسب مع المكان اللي انت موجود فيه. اما الالهة دول كلهم فلهم كبير، وكبيرهم هو اسمه الاله شيفا. الاله شيفا هو الاله الاعظم عند الاغوريين. الإله ده ما بيعترفش بأي حاجة في الحياة، لا بيعترف بوجود الخير ولا بوجود الشر، لا بيعترف بوجود الموت ولا بيعترف بوجود الحياة، ولا بيعترف بوجود الظلم ولا معترف بوجود العدل. هو في النص ما بين كل حاجة، بيتقبل الحياة زي ما بيتقبل الموت، وبيتقبل العدل زي ما بيتقبل الظلم، ودايما بيستمد قوته من تدخين المرغوانة. والمرغوانة دي هي مادة مخدرة زي الحشيش بالظبط، بتغيب العقل وبتخلي الإنسان ملوش علاقة بالواقع اللي هو عايش فيه إطلاقا. ودلوقتي في سؤال مهم جدا يا صديقي، أعتقد إن هو خطر على بالك، سألتش نفسك هل الشخص الأغوري ده بيتولد من بطن أمه أغوري
ولا الشخص ده لازم يعمل حاجات معينة في حياته عشان يتبع الطائفة دي ويكون واحد منهم؟ والجواب ان هو فعلا لازم يعمل حاجات معينة. الحاجات دي ليها قواعد وأسس وبتقعد لوقت طويل جدا. اول حاجة لازم تدور على معلم، والمعلم ده يكون قوي وقادر على تعليمك ويوافق ان هو يتبناك ويعلمك كل حاجة من الصفر. ولازم المعلم ده تختاره بعناية جدا، لانك هتقضي معاه وقت طويل جدا. بعد ما بتلاقي المعلم ويوافق عليك، تيجي للمرحلة التانية، وهو انه بيطلب منك انك تدور على جمجمة شخص بشري ميت. بعد ما بتاخد الجمجمة دي بتقسمها لنصين، وبتاخد الجزء اللي فوق من الجمجمة، وهو ده بيكون المكان اللي بتحط فيه اكلك وشربك مدى الحياة. ما ينفعش لا تاكل ولا تشرب اي حاجة غير في جمجمة الشخص الميت ده. نيجي للمرحلة اللي بعد كده، وهو انك تمسح وشك وجسمك بالكامل بتراب شخص ميت. وبعدين نخش في المرحلة المرعبة جدا والمخيفة، مرحلة اكل لحوم البشر. لازم تدور على جثة شخص ميت، بغض النظر عن ان هو ميت من يوم ولا من شهر، جثته متحللة او متعفنة او لسه سليمة، ده ما بيفرقش في اي حاجة. بتدور على جثة شخص ميت وتبدأ تاكل من لحمه، وبعد ما تخلص اكل بتجسد الاله شيفا. وبعد كده بتنتقل للمرحلة الاخيرة. المرحلة الاخيرة بتقطع فيها علاقتك بكل اصدقائك وقرايبك وحبايبك، يعني ما بيكونش لك علاقة بالبشر او اختلاط بيهم نهائيا. بعد ما تقوم بالخطوات دي ممكن تقعد اقل حاجة 12 سنة، لانك بتقعد تتأمل في السماء وتعمل طقوس تانية فرعية. الطقوس دي بتستمر لوقت طويل جدا، فاقل مدة عشان تتحول لشخص ايغوري 12 سنة. بعد ما بتخلص كل المعاناة دي فمبروك يا صديقي، اصبحت واحد منهم. أصبحت إنسان بلا إنسانية وشخص بلا رحمة. أكلك المفضل هيكون لحوم البشر، لأنك لازم تاكل 3 جثث سنويا. شربك المفضل هيكون المرغوانة، لأنك طول الوقت هيكون معاك المرغوانة وقاعد بتدخنها، لأنها هي اللي هتديك القوة والطاقة زائد لحوم البشر. دول زي الأكل والشرب عند الناس الطبيعية اللي زينا. لربما دلوقتي دفعك الفضول يا صديقي انك تعرف ازاي الايغور دول بيحصلوا على وجبتهم من لحم البشر. هل مثلا هما بيخطفوا الناس ويقتلوهم، ولا في طريقة معينة بيحصلوا بيها على اللحم ده؟ معروف عن الهند ان اي حد بيموت بيتم حرق جثته، وبعد ما جثته بتتحرق بياخدوا التراب بتاعه ويدوه لاهل الميت عشان يفضل محتفظ بيه مدى الحياة. ولكن لكل قاعدة شواذ، وفي بعض الناس اللي عددهم قليل جدا اللي بيتدفنوا في الهند بشكل طبيعي جدا، منهم العاهرات والناس اللي أخلاقهم سيئة. الناس دي ما بيتمش حرقهم، لأن الحرق عندهم يعتبر عمل مقدس، ولأن الناس دي تعتبر مذنبين في الأرض فبيتم دفنهم في التراب. أول ما بيتم دفن أي جثة من الجثث دي في التراب، هنا بتبدأ مهمة الشخص الإيغوري. بيبدأ يبحث عن الجثة في كل مكان في الهند لحد ما يوصل لها، سواء وصل بعد يوم او يومين او اسبوع او شهر، مش دي القضية. الاغوري ما بيفرقش ابدا بين اللحم الني اللي لسه جاي جديد او جثة شخص تعفنت وتحللت في الارض. الاتنين عنده واحد، ما بيفرقش بين اي حاجة. ده غير ان هو ما بيهتمش بالمرض اطلاقا، ولا بيعتبر ان في حاجة موجودة في الحياة اسمها امراض، فهو مش معترف بالكلام ده خالص. فاللي بيعمله ان هو بيستخرج الجثة دي من القبر ايا كانت حالتها، ويقعد ياكل في لحم الجثة. السبب ان الايغور بيعملوا كده انهم بيعتقدوا ان جثة الانسان الميت هي دي اللي هيستمدوا منها طاقتهم العظمى، وهي دي اللي هتخليهم يخلدوا في الحياة ويعيشوا الوقت اطول،
وتمنعهم من الشيخوخة، وكمان بتقربهم من الإله شيفا بدرجة كبيرة جدا، وتعتبر قرابين للإله وبتخلي الإله يرضى عنهم. فبيبدأ الشخص الأغوري يستخرج الجثة من الأرض، وبعد كده يقطعها لأجزاء صغيرة، وياخد أول قطعة لحم ويقدمها قربان للإله شيفا، وبعد كده يبدأ في أكل الجثة. ومن النادر جدا إن حد من الأغوريين يمارس الطقوس الغريبة والمرعبة دي قدام الناس كلها في العلن، ولكن ما تستغربش لو كنت ماشي في شارع من شوارع الهند ولقيت جثة مرمية في البحر، أو شخص قاعد وبياكل من لحوم البشر، لأن ده وارد جدا، ولو رحت هناك طبيعي إنك تشوف المناظر دي، لأن الأغوريين بيفضلوا إن هم يعملوا الطقوس بتاعتهم بعيد عن الناس عشان معتقداتهم، مش عشان دي تعتبر جريمة عندهم. يعني في الهند الموضوع طبيعي وعادي جدا. ودلوقتي نقدر نقول إن الأغوريين هم ناس معدومين الإحساس والإنسانية والرحمة، ما بيفرقوش بين الحلال والحرام ولا الخير ولا الشر، ولا عندهم حدود في أي حاجة في حياتهم. بيمارسوا الرذيلة، بياكلوا لحوم البشر، والأبشع من كده يا صديقي إنهم بيمارسوا الجنس مع الأموات. ولكن تتخيل إن قبيلة بالبشاعة دي عندهم ذنب واحد بس، هو الحاجة الوحيدة اللي تعتبر حرام عندهم، وهي اللواط، أو إن الراجل يمارس الرذيلة مع الراجل اللي زيه. غير كده الحياة عندهم مفهاش لا حلال وحرام ولا خير ولا شر. واعتقد ان انت دلوقتي بدأت تفهم وتقتنع ان الهند مش زي ما الافلام صورت لنا في خيالنا ابدا، والمكان ده فعلا مرعب جدا. ولو انت من محبين السياحة والسفر فما انصحكش ابدا انك تزور الهند في يوم من الايام، خصوصا لو كنت من الناس اللي قلبها ضعيف. ضعاف القلوب هناك ممكن ما يعيشوش يوم واحد من كتر المناظر البشعة اللي هيشوفوها، جثث بتتحرق في كل مكان، اكلي لحوم البشر في اماكن كتير، ماشيين وسط الناس ناس بشر بتاكل لحوم بشر. موضوع عادي جدا ومفهوش اي جريمة في الهند. فالهند مش زي ما الاعلام والتلفزيون مصورها لنا، مش زي ما الافلام بتاعتهم بتقول. الهند مكان مرعب جدا. وبس كده يا ابطال، هي دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. لو انت وصلت لهنا فانت تبقى شخص بطل، ولو انت مش واحد من الابطال فيسعدني ويشرفني انك تنضم للابطال عن طريق الاشتراك، تفعيل الجرس، تأكد ان انت اخترت الكل، لانك لو ما اخترتش الكل اليوتيوب مش هيبعت لك اشعار باي حلقة جديدة تنزل ولا كأنك اشتركت في القناة. ولو حبيتوا الحلقة دي فما تبخلوش علينا باللايك، وما تنسوش تنشروا المقطع ده في كل مكان، وما تنسوش كمان الانستجرام بتاعي لو حد حابب يبعت لي قصة عشان نرجع نعمل قصص متابعين تاني، فابعتها لي على الانستجرام اللي ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. كان معاكم اخوكم عمار محمد اللي دايما بيحبكم، واشوفكم على خير في مقطع جديد. سلام يا ابطال.